حماد بن سلمة إمام من أئمة أتباع التابعين يقسم، يقول والله لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي وأبي، والله لاخترت أن يحاسبني الله، والله لاخترت أن يحاسبني الله، فالله أرحم بي من أمي وأبي، والله الذي لا إله إلا إن الله أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا. كيف؟ الله جل وعلا يقول إن الله خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يتراحم الخلق. صوروا كل الخلق مشتركون في رحمة واحدة، الخلق الإنس والجن والبهائم والطيور والأسماك كل شيء. قال وبها ترفع الدابة رجلها عن وليدها بهذه الرحمة، رحمة واحدة، وبها رحمة أمك بك، رحمة واحدة قسمت على الخلق كلهم من إنسهم وجنهم من أولهم إلى آخرهم. وأبقى الله 99 رحمة ليوم القيامة، من تريد أن يرحمك؟ أمك أو الله سبحانه وتعالى؟ من تريد أن يحاسبك؟ ولذا قال إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن نرجو رحمة الله ولا نرجو رحمة غيره، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه. لكن المطلوب فاستغفروني، لكن نستغفره بانكسار، فاستغفروني أغفر لكم. صفحة طويت، عمرو بن العاص أسلم في السنة 7 من الهجرة، يعني بعد 20 سنة من البعثة، أسلم هو خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمرو مد النبي يده ليبايعه على الإسلام، فقبض عمرو يده فالتفت إليه مبتسما قال ما لك يا عمرو، لماذا أنت متردد؟ قال أشترط، عندي شرط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تشترط ماذا؟ تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف، كان عدوا لله ورسوله، وهو الذي ذهب إلى النجاشي يحرضه على طرد المسلمين من الحبشة أصحاب الهجرة، وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد. قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب، تلغي، تذهب. إن الحسنات يذهبن السيئات. مد يدك بايع النبي صلى الله عليه وسلم. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو. أسلم الناس وآمن عمرو.